سابقا في روبيك. نقي السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. ورا شجو صقع صقع نهكي ونو يا مروان نهكي نصيحة سيب الدخان يا راجل نهكي راه حرام راه حتى التكحيل في البنات اللي بيعوا في البخور والمسواق حرام يا شيخنا. نهكي يا السلام عليكم. برا روح برا. طمني شنو صار في الشامخ؟ راقد في العناية بين الحياة والموت. يعني ما ماتش؟ الدكاترة في المستشفى بلغوني انه مش حيعيش للصبح. والمعلومة هذه انت متأكد منها؟ متأكد. مازال فرحة كبيرة راجي فيها. منصب وزير الداخلية وأنا عنده علي. لكن شنو؟ لازم يموت الشامخ قبل زي ما اتفقنا. زقفتوا يا عيلة. اللهم صل على النبي. أمر من نيابة بالقبض عليك. تفضل معنا. خلاص أوكي. أنا شوي بنختم أنا وفاطمة مقاتي. باي باي ترى. انتي ما تعيش من لكلك والدوع في الموبايل. كنت اتكلم في صحباتي يا تحبيهم هلبة صحباتك لين مقطع الرصيد على خاطرهم. لانه كلمت صحباتي ما بنكلم يا افطري افطري باهي. ردي بالك بعدين تجيني وتقولي لي نبي حكرت يا خلاص راه معاش الضمان الشهر هذا بح ابن عليه طابية. جيب تليفوني بالشحن. اسمع جيب لي معك طاس شاي ثاني. ما تشبعش منه انت. نك السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا شيخنا؟ وين كنت؟ كنت نك في سوق الخضرة. ما سمعتوش نك التفجير اللي توا؟ ايه سمعناه. وين بالضبط؟ قالوا هناك قدام السفارة تاع هناك الطليان. معناها أقول تشاو على تأشيرات إيطاليا. تشاو هناك الريفاداتشي فوقها. أحسن يا راجل أحسن.
هناك يخلي الشباب ينطمر فيا. هناك بلاد خير من هناك تقوبي برا. الشباب نفقع في الانقوليات وبلا خدمه، ونصهم ماتوا بالميتانول يا بورا. دي شو تبيهم يديروا؟ لا هناك السلام عليكم. انت تعرف يا جمال انه لازم نتخلص من الشامخ وبسرعه، ولا راح علينا كرسي الداخليه. كون هاني. كيف قدرت نوصل في واحد من حراسات الشامخ اسمه مصطفى، وهو المسؤول على حراسه الشامخ في المستشفى، وما كلفناش هلا 30,000 بس. نبيك انت تنفذ العمليه، ما نبيش أي خطأ. كون هاني يا بص. ألف مبروك يا دوشكا، هتولي كلبة وزير الداخلية. حطها هنا وامشي. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. مستريح؟ على الاخر. فطرت المساء؟ هو انتو خليتوني اتهنى ببياني باش نفطر؟ ولا يهمك، خطيبتك لاحقة لها. تفضل متحشمش. الناس اخذين اقوالهم قالوا انك وسالم كنتوا زي طنجرة مقطعة، وانكم تحبوا بعضكم هلبة لدرجة ان لم ينذكر سالم لازم ينذكر مروان والعكس. مش غريب انك تدير بيانك وصاحبك مختفي لثلاث ايام، والاغرب من هيك انه يختفي صاحبك سالم بعد ما اختفي صاحبك الثاني فوزي باسبوع بس. ننزل عليهم شيء يعني. كذاب انت، كذاب انت، واحد تافه وحقير، والمسلمين اللي زيك لازم تنضاف البلاد منهم. انا مضطر اني نفرج عليك، مش لاني واثق من مباراتك، لا بالعكس، لكن لاني ما عنديش اي دليل مادي ملموس نحاول النيابه، ولو حاولت غادي حيطلقوك طول، فحنختصر الطريق ونطلقك من دوا. في قاعدة مشهورة تعلمناها في كلية الشرطة تقول إن ما في جريمة كاملة، ولا المجرم مهما كان ذكي وحارس لازم يرتكب غلطة تكون دليل إدانته. ما بين ما تحط في الغلطة متاعك هذه تقدر توا تستمتع بحريتك لفترة بسيطة، ما بين جات وحطتك لبشات في يديك، ووقتها تيق وتأكد إني مش حنرخيك لين تلبس البدلة الحمر، بدلة العتاب. والله هذا اللي سمعته، ما جبتش حاجه من دماغي. انت كيف تقولي هيك على مروان؟ مروان مستحيل يديرها. تقدري تفسري لي وين مختفي فوزي وسلام؟ وشن علاقة مروان؟ كيف شن علاقة مروان؟ هما ديما مع بعضهم وشي طبيعي يشكوا فيه. توا خلاص مروان طلع لك مجرم، انت ناسيه انه هو عايش معنا هنا في الحوش وعاملين اللي مربيات على ايديا. والله يا ماني ما قلتش على انه هو مجرم، وانت الفتره الاخيره بروحك قلتي انه هو متغير. تقدري تشرحي لي من وين جاب الفلوس اللي خدا بيهم الشقه والسياره وبيدير بيهم العرس؟ هو قال اصحابي جمهولي. اصحاب شنو يوم اللي ياخذوا لصاحبهم شقه وسياره ويديروا لها عرس؟
هيك غلطت بحقي كثير، بس بعرف انه قلبك ابيض من جوا. جعفر تركنا من العواطف المهتمه هلا، خلينا نتفق على الشغل. ليك رح بيع هذا المحل بس ب 10,000. افتح الباب يا اميره. يابا قلت لها حاضر يا ام حاضر. الكل صار بده يترك الحاله. ولد ما في شيء، قلت 5,000. مروان أهلين بمروان، الحوش نور. أهلين بيك، شو أخباركم اليوم؟ إحنا بخير. طمنا عليك أنت، كيف كانت ليلتك في الحبس؟ حبس شنو يا حماتي؟ هو كله تحقيق عادي وخلاص. والتحقيق العادي يدير في ركبة الناس هيكي؟ هذه قرصة ناموسة، ناموس غادي عندهم يا لطيف. أكيد الناموسة هذه كبر الأباتشي اللي دارت في رقبتك هيكي. المهم ما قلت لناش شنو القصة، علاش شدوك؟ اللي صار سوء تفاهم وجرى غلط من الشرطة. عندي صديقي سالم مختفي لي 3 أيام، فكانوا يبيوا يسألون شوية أسئلة. بدل ما يديروا لي استدعاء جو قاموني فجأة، ورئيس القسم قال لي راه هذا غلط وجرى غير صحيح واعتذر لي عليه، وقال لي إن راه حتى العناصر اللي جو رفعوني حيحقق معاهم في الموضوع هذا. باهي ان شاء الله ما عادش تتكرر الاغلاط هذه، ونلقوا الشرطه سريت من ريت قدام حوشكو. لا لا باذن الله ما عادش تتكرر تاني. على فكره في حاجه كنت معطيها لك امس. هذه هديتك. محلاه يهبل. شوفي يا ميرا شوفي هبل. تسلم لي يا مروان، تسلم لي يا حبيبي. انت اجعلني ما نفقدك يا غالي. ايه يا هيك انسابات يا بلاش. نقدر نديروا العرس الاسبوع هذا؟ ايه نديروه، علاش لا. أهلا أيمن. أهلا أخي دعم، تفضل. شكرا. شو قهوتك؟ عربية سادة. وصلنا على 2 قهوة سادة. كيف حال الشامخ تو؟ حالته مستقرة، لكن قاعد ما فاكش. يعني ممكن يعيش؟ مش معروف. لكن الطلقة جاتها في الظهر، والدكاترة خايفين أنها أثرت على النخاع الشوكي. ربي يستر خلاص وربي يشفيه. أيمن أنا حاضر لأي شيء تبيه. الشامخ عنده جميل في رقبتي مش حننساه له. حتفيدني هلبة لو قلت لي متى تتوقع يكون ورا العملية هذه؟ أكيد صقر. مصباح قال لي إنه هو متعشي معاه قبل الحادث، يعني أكيد هو ورا الموضوع. خليك منه صقر. صقر هذا عبارة عن بيدق صغير. استخدموه للتنفيذ بس. العملية وراها ناس كبار، صقر ما يقدرش يدير حاجة زي هذه من راسه. شوف أنا تعرضت لمحاولة اغتيال أكثر من مرة، وواحدة من المرات هذه كنت حنضيع فيها لولا أخوك الشامخ. لما سألته قلت له مين وراء العمليات هذه، قال لي ناس كبار يبوا يتخلصوا منك، لكن ما قال ليش من هم الناس أهما، وهو اللي عنده جواب. عموما أنا عندي راس خيط ممكن يوصلنا لواحدة من الناس هذه، قاعد نخدم عليها أنا وباقي العناصر اللي عندي. يا ريت وصلت لأي شيء تبلغني. بعون الله. المهم أنا جاي بخصوص شيء تاني اللي بنقوله لك.
قول نسمع فيك. خلي القانون هو اللي ياخذ لك حقك، وما تديرش اي خطوه تنحسب عليك لقدام. انا عارف انك انت في مكان الشامخ توا، انت شاب مثقف ومتعلم، ما نبيكش تخش في طريق ممكن تضيعك لقدام. كون هاني، مسير لكل خير. ماشي سلامات. خش برجلك اليمين. ها شو رايك في الشقة؟ باهية كويسة مش بطالة. إن شاء الله لما نجيبه صار حناخده شقة أحلى وأكبر من هذه بألف مرة. إن شاء الله. أميرة، أنت ما تعرفيش التعب اللي تعبته والمخاطر اللي خشت لها على خطر اللحظة هذه. المهم أنت اليوم مرتي وما فيش حد حيبعدني عليك. إن شاء الله. ما قلتليش من وين المطبخ؟ المطبخ منغادي. غضوة باش نوضين الصبح بكري. خلاص وين تمشي؟ نجي نجيب بضاعتي من الورشة. مرت مولا الورشة خلاص تبي تسكرها. انت شو بتخدم توا؟ والله ما اعرف، لكن مش حنحير، اكيد حنلقى شغل. انا بنمشي نبدل حواجي، جيت الحقيني شوي ونلحقك. راجي فيك. معقولة سالم يختفي هيك فجأة بعد ما يختفي فوزي؟ معقولة يطلع الكلام اللي انقال على مروان مزبوط؟ يا ويلك يا مروان لو يطلع الكلام هذا صح. بدلتني بأميرة وبتحرمني حتى من سالم. يا ويلك يا مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه شيخ بورا، وعليكم السلام. نك أنا زعلان منك يا مروان. را علاش يا بورا؟ كل شيء لزعلك را. ما أقول نك تتجوز وما تعزمنيش. والله ما درت تغدي عرس على السريع. غدي شنو يا راجل؟ نك أنت ما عزمتنيش حتى على نك الفاتحة. سمحني بالله عليك، رحت من بالي. أنا يا مروان نحبك في الله نحكي، لكن برا الله يسامحك. المهم الله يبارك لك. ولا يهمك يا بورا، لعيونك أنت بس اللي ما تجاي بدير عشان الحبايب، وحتكون أنت واحد منهم إن شاء الله. نحكي كان عطانا ربي عمر. نحكي هيا سلامات. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي سيارتي فيها مشكلة نبيك تكشف عليها. سمحني يا اخوي، الورشة مسكرة. صاحبها سكرها وجاي يلم في بضاعتي. مش حد اخذ منك هالبوقت.
أعتقد أن هي مشكلة بسيطة ممكن تكون كهربائية. باهي جيبها. حاضر تواني. قداش ليك تشتغل هنا؟ ايه عمر طويل. وليش حتسكروا الورشة؟ قصة طويلة. صاحب الورشة معاش بال ومرته قررت تسكر الورشة واحتمال حتى تبيعها. وانت وين حتشتغل تو؟ والله ما نكذب عليك، الوضع قدامك، البلاد مسكرة والخدمة ما فيش والبطالة كاترة، ان شاء الله ربك يفرجها ونحصل خدمة. ايش رايك تجي تشتغل معي؟ وانت شن تشتغل؟ عمل حر. شركه يعني؟ حاجه زي هيك. هو في حاجه اسمها شركه حاجه زي هيك؟ تو تشوف بعيونك وانت قرر. انت ديما تعرض على الناس في الخدمه يصلحوا لك سيارتك؟ لا مش ديما، لكن لانك طلعت بندقه معي وصلحت لي السياره حتى انا حنكون بندقه معك. لقيت المشكلة. هاي تو سيارتك تماما، كان فيها خيط مقطوع، قال لي مقصوص قصة. هاي شوف. لا لا ما تدورش، مشكلة بسيطة ما تستحقش الفلوس. هذا الكرت بتاعك. كلمني تنسق بخصوص الخدمة بتاعك. اوكي.
شدتوه. اوكي مع السلامة. قاعد شو صار معك؟ وصلنا لنتائج كبيرة هلبة. باي وشو نطلع معك؟ درنا بحث كبير على أسماء اللي نزلهم المرحوم رياض في مقالته، وقدرنا نوصل لرقم واحد من الشخصيات. كويس، وبعدين؟ خدنا الرقم وبعتناه لغرفة المراقبة، وقلنا لهم طلعوا لنا المكالمات والرسائل القديمة، سواء المرسلة أو المستقبل. في البداية ما لقوش أي حاجة تلفت الانتباه، مجرد مكالمات عادية وروتينية. لكن اليوم لقوا رسالة غريبة شوية، مرسلة من الرقم هذا للرقم الثاني، وبعثوا لي النص نتاعها. وش تقول للرسالة هذه؟ أنا في الورشة والحفلة تمت بنجاح. وش الغريب فيها الرسالة؟ التوقيت متاعها. الرسالة هذه انبعثت بعد دقائق باسم التفجير السفارة الإيطالية. ودرت بحث على صاحب الرقم؟ أكيد. الرقم طلع جزء من مجموعة أرقام مملوكة لشركة أتات، اسمها الصفوة. مملوكة شخص اسمه عقاب من جنسية عربية. نبي معلومات تعمى على اسماء عقاب هو في أسرع وقت ممكن. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا بورا، ولا نقولوا عقاب خير.